مشاهدينا نتحدث في هذه الفقرة عن حفل تتويج أميرة الصحة في فلسطين لموسمه الثاني. هبة حمدان هي أميرة الصحة في فلسطين في الموسم الثاني. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيوفنا في الاستديو، محمود الشيخ علي مدير مركز ابن النفيس للأعشاب الطبيعية، وأيضا نرحب بأميرتنا لهذا اليوم هبة حمدان أميرة الصحة في فلسطين للموسم الثاني. يسعد صباحك. صباحك. مبروك هبة. بارك فيك. يعني في البداية رح نتحدث مع دكتور محمود الشيخ علي ونتحدث عن الموسم الثاني من أميرة الصحة والهدف الذي كان يهدف إليه هذا الموسم. بداية أسعد الله صباحكم وصباح كل المشاهدين الأعزاء. حقيقة فكرة أميرة الصحة في فلسطين هي الفكرة الأولى على المستوى العالم. نعم. وفي الموسم الثاني حقيقة لقينا إقبال كبير حتى من الإعلاميين ومن بعض المراكز والجمعيات على مستوى العالم، منها الأوروبية وحتى في الدول العربية، كونها فكرة جديدة تنطلق من قطاع غزة. وهذا دليل على أنه إحنا غزة بالرغم الحصار إلا أنه إحنا عقولنا ما زالت شغالة ونصدر الأفكار حقيقة الإبداعية على مستوى العالم. أميرة الصحة هي الفكرة تبعتها كيف نوحد فلسطين بس بطريقة بعيدة عن عالم السياسة. نعم. نوحد فلسطين بالطريقة الصحية ونعيد التراث الفلسطيني من ناحية تغذوية وعادات وتقاليد زمان، لأنه من المتعارف عليه أنه المرأة الفلسطينية دائما المرأة السباقة للحفاظ على صحتها ونشر الثقافة. نعم. الصحية في بيتها. كيف بدنا نوحد الضفة بغزة بفلسطيني 48 بفلسطيني الشتات من خلال هاي المسابقة اللي أعلننا عنها للعام الثاني، طبعا كان مدتها أطول 6 شهور حتى ندي فرصة للمتسابقات أنهم بالفعل يصلوا الوزن اللي بدهم إياه. طبعا اشترك في المسابقة أكثر من 8000 سيدة سواء من غزة أو الضفة أو حتى سيدات فلسطينيات الجنسية عاشت في السويد في أوروبا في فرنسا إلى آخره. وبدأت هذه المسابقة لعند ما وصلنا للتصفيات النهائية وتم تكريم طبعا الأستاذة هبة كأميرة الصحة لعام 2018. طيب كيف كانت الإجراءات حتى وصلتوا تقريبا لخمسة؟ كان المنافسة على 5 سيدات. والله الموضوع السنة هذه كان كتير صعب بالنسبة لنا، كوننا وإحنا حاولنا أن يعني نشتغل بشكل مهني أكتر وبشكل علمي أكتر. قسمنا المتسابقات حسب كتلة الجسم أو البادي ماس إندكس، قسمناهم بنسميه احنا يعني من 25 ل 30 بنقول عنهم زياده بالوزن، هذول كانوا مجموعه من 30 ل 35 سمنه درجه اولى مجموعه، من 35 ل 40 هاي مجموعه، وفوق ال 40 مجموعه، وكانت في عندنا مجموعه من اصلا هم متابعات في مركز ابن نفيس اللي نزلوا فوق ال 50 كيلو. طبعا بدات المسابقه بالناس اللي برا اللي كانوا خارج غزه، كنا نتابعهم اونلاين عبر مواقع وبرامج خاصه احنا كنا عاملينها. الناس اللي عايشين في اي دوله في العالم كنا بنتابعهم كل اسبوعين ونشوف وضعهم ونديهم الانظمه المناسبه لهم. وبدينا بكل شهرين كان في عندنا تصفيات لعند ما وصلنا للنتائج النهائيه، لعند ما وصلنا ل 50 سيده. ال 50 سيده هذول طبعا تم مقابلتهم من خلال لجنه متخصصه في مجال التغذيه، كان براسها الدكتور عبد الرازق سلامه عميد كليه الزراعه بجامعه الازهر ومتخصص في التغذيه، وايضا كان في معنا الدكتور وائل موسى متخصص في الصناعات الغذائيه حتى نعرف مدى تغيير النمط الغذائي في داخل الاسره. كان عندنا استاذه متخصصه في الجانب النفسي والسلوكي ونشوف الكاريزما بالفعل للاميره. كان في عندنا معايير كثير مش بس موضوع الوزن، لا كنا احنا بنبحث عن انه هل بالفعل الست شهور هذول قدروا يغيروا على عادات وسلوكيات هذه المرأة بجانب تعزيز ثقة المرأة بنفسها. كتير يعني كان الموضوع مش سهل بالنسبة لنا لعند ما وصلنا للمرحلة النهائية وهي تتويج أميرة الصحة. ووصلتوا لهبة حمدان. هبة مبروك أول شيء، يعني انه أنت ملكة الصحة هذا العام. خلينا نتحدث عن هبة حمدان، مشاركتك في المسابقة، قد ايه كان وزنك واليوم قد ايه اصبح وزنك وشو اللي تغير في حياتك بقى؟ بداية دعينا اوجه تحية لنساء العالم اجمع ونساء فلسطين خاصة، وبحكي لهم انا فخورة بحالي اليوم كثير اني حصلت على لقب عالم على يد الدكتور محمود ومركز ابن النفيس،
أحب أوجه رسالة شكر للدكتور محمود مركز إذن نفيس لدعمه للمرأة ومساندة للمرأة وتعزيز ثقتها بحالها. بشكر قناة الكوفية. أهلا وسهلا فيك. أنا كان وزني 108 كيلو. في اليوم؟ اليوم 68 كيلو. ممتاز. حلو، وبتمنى من كل الستات يعني يوصلوا هدفهم، والصحة أغلى ما نملك. أهم حاجة في النظام الغذائي عند السيدة أن يكون موجود عندها ثلاث شغلات، اللي هي الإرادة والعزيمة والتحفيز الذاتي والهدف والوازع. يعني طالما هي ما حفزت نفسها ما تنتظرش حد يحفزها، هي تحفز نفسها، هي تكون الدافع القوي أنها توصل لهدفها. يعني قد ايه بالضبط خسرت وزن؟ 40 كيلو. 40 كيلو في 6 شهور تقريبا؟ خلال المسابقة 20 كيلو ضعفت. 20 كيلو، وقبل كنت خسرانة 20 كيلو. ممتاز جدا. حلو. قد ايه حياة هبة تغيرت بعد ما نزل وزنها، حتى بعلاقاتك مع الناس، بنفسيتك اذا كانت ارتاحت او لا، بثقتك بنفسك؟ حياتي تغيرت، كنت انا اتعرض لاحرجات كثير كبيرة، يعني كوني سمينة وزني 108 كيلو، وكنت محرجة اظهر في مناسبات اجتماعية، اظهر للعالم. الان تغيرت حياتي كلها. الان ثقتي بنفسي زادت. مبسوطة كثير بحالي، واحنا كمان اكيد مبسوطين وشايفين الفرحة قد ايه موجودة بعيونك انه انت اميرة الصحة، وهذا يمكن كمان بتشجع السيدات في قطاع غزة او السيدات بشكل عام انه يهتموا بصحتهم اكثر. بشجعهم جميعا لانه الصحة اغلى من املهم. طب شو النظام الغذائي اللي كنت ماشي عليه؟ هو نظام مش بعتبرش نظام مؤقت، هو نظام مدى حياة. النظام كان بسيط وسهل ومش معقد ومش مكلف في نفس الوقت. كان يعني عندك بدل الخبز الابيض بتقدر تاكل صاج، يعني استبدلنا الرز بالبرغل، استبدلنا السكر من الطبيعه بمحلي نبته الاستيفيا، توفر لنا كل شيء. يعني النظام ما كان في حرمان. جميل. دكتور محمود يمكن بلشوا يعرفوا شو الاشياء اللي ممكن تكون بدل السكر، شيء بحلي الشوكولاته الحلوه لكن ما بتنصح. شو في معايير كانت لوصول يعني هبه لا ملكة أو ملكة الصحة لهذا العام؟ شوف، هو الهدف تبعنا هو تعديل بعض السلوكيات الغذائية الخاطئة. نعم. وزي ما حكيت لك نرجع للتراث الحقيقي تبعنا. نعم. يعني إحنا أكلنا كفلسطينيين طول عمره أكل صحي، لكن للأسف يعني بالثلاثين سنة اللي فاتت بدأ يغزونا الأكلات السريعة والوجبات السريعة، وبدأت السمنة عندنا تقفز قفزات كبيرة. فقلنا لا، لازم احنا نشتغل بشكل زي ما حكت هبه، احنا بنحكي عن نظام غذائي وما بنحكيش عن رجيم. كنا بنستهدف نشوف وين، طبعا انت بتعرف الوضع الاقتصادي عندنا سيء، يعني كلمه رجيم دائما مرتبطه بالتكاليف والمصاريف العاليه. نعم. فقلنا كيف انه احنا دخلنا جوا مطبخ السيده كسيده فلسطينيه بالظروف بالوضع الاقتصادي البسيط، وحاولنا انه احنا ناخذ الشيء الصحي نعززه والشيء السيء نحاول نبعد عنه، بالعكس لقينا انه احنا كمان بنوفر فلوس. اليوم لما انا باخذ خبز بكميه معينه، لما انا باخذ زيت بكميه معينه، صار في عندي انا توفير. صحيح. لهذه الاشياء، بجانب انه انا قاعد بوفر صحتي، بطلت ازور الطبيب، معناته انا مش راح ادفع كمان فلوس للطبيب. طبعا ليش احنا دائما استهدفنا المراه؟ كثير من الرجال طبعا زعلوا منا انه ليش ما فيش امير صحه للرجال. هذا كنت راح اسالك اياه. الموضوع بسيط جدا، للمراه هي العمود الفقري. يعني اليوم المراه كل البيت ممكن ياكل حسب هي شو بتطبخ، بس صعب انه الراجل يقدر يسيطر، لانه هو شخص لواحد، اذا كان زوجته مش مقتنع راح يواجه كثير مشكله. لكن اليوم كثير من الستات وضعنا احنا بندربهم عليه، انه كيف انت تعمل عمليه تنظير للنظام الغذائي دون ان يشعرون. يعني كيف انه انت ممكن ندخل الافكار تبعتنا بهدوء ببساطه وشويه شويه، يعني انا مش لازم انه انا يعني اواجه الاسره، كونا انه احنا متعودين، صرنا متعودين على حاجات سيئه. في يوم اجي اقول ممنوع صير كل ممنوع مرغوب. بجانب اللي هو التحويل اللي هو البدائل زي ما تفضلتي، كيف انه انا ابعد عن السكر واجيب مثلا محلل ستيفيا، اليوم الحمد لله كان لنا الفضل في نشره في فلسطين. كيف انه انا ابعد عن الخبز الابيض اللي هو السم الابيض، وندخل اللي هو الخبز القمح القمحه الكامله. كيف انه احنا نرجع لتراثنا القديم، بدل الرز ناخذ برغل. احنا الرز جديد عرفنا، لكن زمان كان التراث تبعنا هو البرغل الافريكا الحاجات هاي احنا بنحاول نعززها، لانه هي بالاصل هي بتساعد على انقاص الوزن كونها جزء من الطبيعه. نحاول نبتعد عن الاكلات المصنعه قدر الامكان. انا مش بقول لك انه احنا يعني نمتنع تماما، لانه هذا صعب يصير. صحيح. انه دائما انا بقول مش هنقدر نعيش حياه مريم نور، لكن خلينا نعيش 60% صح.
و40% غلط، شوية شوية 60 راح يزيدوا يزيدوا، قدرت تحقق الهدف تبعها من خلال اتباع النظام البسيط اللي انعكس على أسرتها كمان، مش هي عليها يعني. اليوم زوجها مثلا معاها لأنه هو بدعمها، وهذا شيء جميل، هذا عززناه كمان. إنه أنت عارف إن إحنا مجتمع ذكوري بصراحة، وإنه تطلع سيدة على الهواء مش سهل، بس اليوم لما زوجها يجيبها هذا انتصار حقيقي، إنه إحنا غيرنا مفهوم المجتمع الذكوري. لا، الست لها حق، من حقها تمشي، من حقها تمارس الرياضة، من حقها تطلع الصبح تمشي بالليل وقت ما بدها. وهنا إحنا عملنا ثورة في المفاهيم السيئة صراحة. نعم. وصارت المرأة في لها حق بالحياة، لها حق إنها تمارس ما تريد من ناحية غذائية، من ناحية رياضة، وهذا شيء جميل أنا بعتبره. جميل. هبة، يمكن في شغلة خلينا نحكي فيها بصراحة، إنه أحيانا الناس أو السيدات بالأحرى ما في عندهم الصبر إن هم أو الإرادة إن هم يستمروا في النظام الغذائي المعين اللي أنت مشيت عليه. شو بتحكي لهم؟ خاصة إنه في كمان بيحكوا لا إحنا بنعمل رجيم، بتحس إنه النظام الغذائي هذا اللي بدنا نمشي عليه بكلف أكثر من الأكل العادي اللي إحنا بدنا ناكله. لا بالعكس، النظام ما كان معقد، بالعكس كان بسيط وكان حلو، انا حبيته وانا متابعاه حتى الان في حياتي، يعني مدى الحياه هتبقى. كان بسيط بسيط وسهل جدا. والصبر هذه يعني درجات الصبر، يعني كل سيده تختلف عن الثانيه. انا كان عندي صبر وكان عندي عزيمه. انا اكثر شيء خلاني انجح انه انا كنت اكبر محفز لنفسي. جميل جدا. انا كنت محفز لنفسي. جميل. دكتور محمود، يعني قد ايه كمان الدعم النفسي والمعنوي إله دور كتير كبير في تعزيز الصمود عند المرأة، خاصة اللي ماشي على نظام غذائي؟ وقد ايه مهم، شو بتنصح السيدات اللي ما في عندهم هذا الصبر اللي موجود عند هبة؟ شوف، راح احكي لك شيء. احنا في مركز بدنا فيه صراحة يعني، وانا شخصيا اتعامل مع اي سيدة بتدخل المكان، انه هي يعني مش بتعامل كطبيب ومريض، لا انا بتعامل كحالة لازم اهتم فيها. كونها انه هي مسؤولة بيت. اليوم هبة كان وزنها 108 كيلو، كانت حتى اللي بشوفها كان بيديها اكبر من عمرها. فهذا ظلم. ليش السمنة هاي هي اللي تكون معيق بانه احنا نبتعد عن الحياة؟ اقول لك، انا في عندي ستات كانوا في ستات بالفعل حاولوا الانتحار. في ستات من اللي احنا كرمناهم من 50، يعني سيدة يعني من 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 افضل السيدات المصممه للازياء، من وراء السمنه اعتزلت وسكرت محلها وقعدت بغرفه وخلاص يعني، وهي تنتظر الموت. اليوم هاي السيده رجعت تمارس حياتها وصارت مبدعه، لانه هي صارت كمان مش بتفصل لنا، صارت تعمل تصميم لها، هذا الشيء اللي كانت تفتقده. اليوم احنا بنتعامل مع المراه زي ما حكيت لك، مش هي كحاله، لا نتعامل معها بجانب انساني، لانه هي في الاخر انسان لازم احنا نهتم فيه. الدعم المعنوي شيء أساسي. إحنا دائما نشتغل على ثلاث حاجات. نشتغل على تغيير الأفكار. نعم. من ثم راح يجي تغيير سلوك، والشيء الثالث هو تغيير العادات. إذا وصلنا إحنا إلى مرحلة العادات خلاص، يعني هبة مثلا حكيت لك إنه هي صار جزء من حياتها، لأنه هي وصلت لمرحلة العادات. زي كيف إحنا مثلا في حاجات أوريدي إحنا بنعملها باليوم بلا شعور، اليوم صار الطبيخ عندها بلا شعور، انه هي صارت تدخل البرغل بالمحشي، صارت تعمل مثلا المقلوبه بالبرغل. هو شيء مش سهل، كون انه احنا تعودنا على شيء وفجاه نيجي نغيره. احنا كان عندنا تغيير بالبطيء. ليش؟ يعني عشان ما يصيرش في عندي الصدمه. اليوم مثلا نيجي نعمل المحشي مثلا بالبرغل، في ناس مش بتقبله، لكن اولا لو حطينا نص برغل ونص رز، مره ثانيه زودنا البرغل، لان ما صنعت برغل، بس احنا تعودنا على الطعم. فالتغيير يجب ان يكون بالبطيء. ومفهوم الرجيم احنا كسرناه، يعني بفضل الله احنا فيش عندنا شيء اسمه رجيم. اليوم انا بحكي عن نظام غذائي متوازن، بس لازم يكون في قانون، هذه سنه كونيه. يعني انت مهما كنت شاطره بالطبيخ، لو سبت اكلك 5 دقائق راح يبوظ، راح يخرب، فما بالك صحتك جسمك. كمان احنا في عندنا مشكله، وهذه يعني الحمد لله قدرنا انه احنا نعززها عند المراه، معظم الستات اللي أنا مش مهتموا بحالهم. من يوم ما بتتزوج بصير خلص، بصير تهتم في أولادها، فجأة أولادها بيكبروا، بتطلع حالها بالمراية بتلاقي عمرها راح. صح. وهي بس تهتم بالأولاد، الأولاد تجوزوا، البنات تجوزوا، طب أنا وين كنت؟ فبصير عندها بتصحى حالها حشاشة عظام، ضغط، سكر، كذا. لا، اليوم إحنا بنقول للست حتى وإن كان عندك أولاد، شيء أساسي نفسك شيء مهم، لأنها ذاتك لازم تهتم بحالك، سواء عندك أولاد ولا ما عندك، سواء كنت بنت أو متزوجة. يعني بصراحة إحنا بعض المفاهيم، يعني حتى البنت مثلا
احنا البنت الناصحة بدها تيجي تعمل رجيم عشان تتزوج، هذا لا غنى المفهوم، لا انت اضعف عشانك. هذا في الاخر كله قدر، هذا نصيب، لكن اضعفي عشان نفسك، عشان تلبس الاوعي اللي بدك اياهم. ومش عيب انك تروحي على عرس وانت بشكل جميل، وين المشكله يعني؟ هذه المفاهيم كلها اشتغلنا عليها والحمد لله قدرنا انه احنا نغير. بدليل الاحتفال اللي يعني الرائع اللي كان قبل يومين، اللي حضروا كثير على مستوى العالم. راح نتحدث عن اراء الحضور في هذا الموضوع، لكن هبه زوجك تقبل الاكلات اللي انت بتعمليها وفق نظام غذائي معين؟ طبعا لأنه نظام صحي. أول مرة عملتي فيها مثلا خلينا نحكي أي شيء بدل الرز برغل، كيف كانت نظرته للموضوع؟ لا تفضل من أولها؟ لأنه البرغل لسه طعمه طبيعي أصلا. حلو كتير. طيب شو بتحكي أيضا للسيدات اللي ما حلفهم الحظ هذا العام؟ هل ممكن يكون في بصير في هيك يعني الخمسة اللي كانوا معك أو الأربعة اللي كانوا معك أحيانا بيوصلوا لانتكاسة هيك أو لحظة يأس إن هم ما فازوا باللقب؟ لا هو هل الحياة واقفة عند لقب معين؟ لا هو خسرتهم للوزن وكسبهم للصحة، هذا أحلى لقب. جميل. إحنا بنسعى لكسب الصحة أكثر من بنسعى لكسب اللقب. ممتاز. دكتور محمود، يعني يوم الخميس كان هناك احتفال بتتويج أميرة الصحة لعام 2019، هذا الموسم الثاني. شو المختلف بين من خلال آراء الناس حول هذا الحفل بين الموسم السابق وهذا الموسم؟ شوف يعني احنا في الآخر يعني مركز يصنف من المراكز الربحية، لكن مركز ربحي يقوم بمبادرات مجتمعية. نعم. هذا تعتبر قفزة، لأنه الاحتفالات مثل هذه الاحتفالات مكلفة. صح. طبعا كان معنا شريك من الضفة الغربية، الشركة الطبيعية الحيوية، هي متخصص طبعا في بعض الكريمات وأدوات التجميل للنساء، يعني دكتورة سلام مشعل، أنا صراحة بوجه لها تحية. دكتورة سلام مشعل بالرغم من الحواجز إلا أنها أصرت أنها تيجي تحضر معنا الاحتفال، وكانت طبعا لها كلمة، كانت مشاركة معنا وزارة الاقتصاد ومعظم الوجهاء وحتى الأحزاب السياسية شاركوا. هذا دليل على نجاح هذه الفكرة، مشاركة بعض الضيوف من أمريكا كان لهم كلمة، مشاركة بعض المتخصصين أو مسائل الجمعيات للدفاع عن حقوق المرأة وغيرها في لبنان كان لهم كلمة. يعني اليوم إحنا مش بنحكي عن حدث عادي وحدث عابر، لا إحنا بنحكي عن حدث راح يترك أثر على مستوى العالم، كونه في ملكة جمال العالم، بس فيش شيء اسمه أميرة صحة العالم. إحنا بنسعى إنه هذا اللقب مش بس يكون على مستوى غزة، بنسعى إنه يكون التنافس على مستوى الوطن العربي، إنه إحنا بكرة في الموسم الثالث يكون عندنا أميرة الصحة على مستوى الوطن العربي، وتكون فلسطين جزء من المشاركات. وهذا اللي إحنا راح نسعى له من خلال بعض الأصدقاء الموجودين على مستوى الوطن العربي، إنه إحنا نسعى لتجسيد هذه الفكرة. ليش؟ إنه إحنا بدنا المرأة بأي مكان، إن هي هرجع تاني أقول المرأة هي العمود الفقري للمجتمع، إذا إحنا ما اهتمناش فيها المجتمع كله راح يضيع، سواء الأطفال سواء الرجل إلى آخره. طبعا المميز بهذا الاحتفال لسنة 2018 هو الحضور. يعني تتخيلي يوم الخميس كان الجو كتير صعب، رياح عواصف أمطار، وبالرغم من ذلك القاعة يعني كانت مليئة مكتظة. هذا دليل على إيمان المرأة بالفكرة وإيمان الحضور بالفكرة، بالرغم من الرياح بالرغم من العواصف اللي أجوا عشان يشوفوا ويفرحوا مع الخمسين اللي تم تكريمهم. والخمسين يعني أنت بتحكي عن أطفال عمرهم 14 سنة كانوا من المكرمين. بتحكي عن كانت معنا ست حامل في الشهر الثالث بالرغم من حملها إلا أنها أصرت أنها تمشي على نظام غذائي. كانت عندنا ستات أكثر من عمرهم أكبر من 70 سنة كانوا داخلين في المسابقة وفازوا. يعني يوم إحنا بنحكي عن كل مراحل العمرية للمرأة موجودة، هذا كمان إضافة جديدة لهذا الاحتفال. بجانب زي ما قلت لك الزخم تبع الحضور، الترتيب كان مختلف، وجود لجنة تحكيم، هذا أخذت منا وقت طويل وجهد ولقاءات وتصفيات، وطبعا دخلنا مواقع من خلال برمجيات حديثة من خلال المهندسين تبعينا. يعني
بالفعل. يمكن كمان دكتور محمود اللي بيميز ايضا زياده عدد المشاركات في هذه طبعاً المسابقه طبعاً. يعني احنا يمكن صار اتوقع العام الماضي كان 5000، احنا بنحكي بنحكي عن اللي قدموا للاشتراك 8400 سيده على مستوى انحاء العالم. ان شاء الله انا بتوقع السنه هذه راح يكون العدد مضاعف اكبر، وهذا بيقع على عاتقنا جهد اكبر، وبالذات الناس اللي بيتابعوا برا. يعني السنه اللي فاتت كان عندنا احدى الفائزات اللي هو من القدس. نعم. طبعا السنه هذه الوضع صعب وما قدرناش نتواصل مع اهلنا بالضفه، فاقتصرنا على الفائزات من غزه. ان شاء الله السنه القادمه بتكون الظروف احسن، وبنقول ويكون الاحتفال تبعنا في القدس يا رب ان شاء الله. طيب دكتور، يمكن انا سالت سؤال لهبه انه المشاركات او اللي كانوا بنفسه هبه في هذه المسابقه شو بتحكي لهم؟ يعني بالفعل كلهم اميرات، يعني حتى اللي شاركوا، يعني انت عارفه في 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 الفرز يعني كان في ناس يعني اجرامات، يعني بتحكي عن 100 جرام كانت بين مثلا من كل مجموعه احنا اخترنا 10، يعني بين رقم 10 و11 ممكن يكون 100 جرام يعني. فلا انا بقول المكسب الحقيقي هو الصحه، المكسب الحقيقي انه انا صار في عندي ثقافه، المكسب الحقيقي انه انا اغير عادات الغذائيه لابنائي ولاسرتي، المكسب الحقيقي انها تعيش السيده عندها ثقه بنفسها، سواء وهي ناصحه لازم يكون في عندها رضا، وهي ضعيفه لازم يكون في عندها رضا. لانه انا شعرت شيء جميل جدا انه حتى يعني كانت في عندنا طفله في المقابله عمرها 14 سنه، تخيلي يمكن لو احنا نعرض المقابله تبعتها مش راح تتوقع انه هي بنت عمرها 14 سنه، كانك قاعده مع بنت عمرها شيء 30 سنه. هذه الثقافه والجرأة في الكلام من وين اجت؟ اجتها من ظلم الناس لها، من اضطهادها لما تروح على المدرسه يحكوا لها دبه وكذا، اليوم لما ضعفت صار في عندها رقي في التفكير وكلام، وصار عندها معلومات انه هذا الاكل صح، يعني صارت هي موجه في المدرسه للاكل الصحي. طيب هبه، قد ايه مهمه الرياضه يعني حتى تكون كمان النظام الغذائي تستفيد اكبر قدر منه؟ الرياضه تعتبر 50% من نجاح النظام الغذائي اللي ماشي عليه. انا كنت امشي يوميا من ساعه لساعه ونص لا قدرت اوصل للوزن. في توقيت معين كنت تمشي فيه؟ انا كنت اطلع المساء، ما كنتش اقدر الصبح، بس هو افضل صباحا. الافضل صباحا. طيب دكتور، نصائح وتوجيهات اخيره، وشو حابب تحكي لهبه ولكل اللي ما حنا في المحاضرة هذا؟ يعني انا بتمنى انه احنا لازم نستمر على النظام الغذائي كونه هو نظام حياه مش نظام رجيم. بوجه كمان لاي سيده بتشوفني، ابتعدوا عن بيع الاوهام. يعني كثير من الأنظمة الغذائية الموجودة أو حتى أنواع الرجيمات هذه هي أوهام. دائما تذكروا مش مهم أنه أنا أضعف، الأهم أنه أنا أحافظ على وزني بعد الضعف. كثير من الناس بيضعفوا للأسف بيرجعوا أسوأ مما كانوا عليه. يمكن هبة كانت منهم لأنها كانت عاملة رجيم عشوائي، لكن اليوم هبة إلها أشهر وزنها ثابت من خلال أنه خلص صار جزء من حياتها. فأنا بقول لنا ابتعدوا عن الوصفات الخاطئة، ابتعدوا عن الأدوية، ابتعدوا عن كثير من، إلا طبعا تحت إرشاد مختصين. عيشوا الحياة ببساطة، الحياة حلوة والله يا جماعة، الحياة حلوة بالفعل. الأكل الصحي جميل، شيلوا المفاهيم اللي عششت في مخوخنا أنه رجيم يعني ممنوع آكل. لا، ممكن آكل اللي بدي إياه بشكل بسيط جدا، وبالعكس حياة راح تصير مبدعين في تحضير الأطعمة. زي كل يوم تبعت لنا سيدات على الفيسبوك أكلاتهم بيعملوها بشكل صحي. دخلوا الرياضة بحياتكم. نعم. حاولوا انكم تمشوا الصبح لو نص ساعه باليوم، اكيد كنا من الصبح الظهر في الليل مش مشكله، العب رياضه في البيت اذا مش قادره تطلعي. خلي الرياضه جزء اساسي من الحياه، حبب النظام لاولادك، لزوجك، للناس اللي حواليك. يعني انا دائما بقول لهبه او حتى الناس اللي فازوا بال50 اليوم، انتم يعني تحت المجهر، يعني كل واحده بمنطقتها راح تصير نموذج، راح تصير في مراقبه، انه كل الانظار عليها. عشان هيك هذا بوقعنا في مسؤوليه اكبر، انه لازم يكون عندنا معلومات اكبر، ونكون احنا ننقل الشيء اللي احنا كسبناه واللي استفدنا منه للناس اللي حوالينا. جميل. هبه، شو تنصح السيدات؟ انت نموذج اليوم. انا بس السيدات فلسطين فراتهم الشتات بنصحهم انه بالصبر وبالاراده وبالتحفيز الذاتي، وانه يبعدوا عن ثلاث شغلات، هذه احنا بنسميها عندنا مثلث برمودا، مثلث الدمار. السكر الابيض والدهون والخبز الابيض. طالما هي الثلاثين بعيدة عنها هتنجح في النظام الغذائي. نتمنى لك اكيد التوفيق، وان شاء الله يعني نصائحك بتوصل لكل السيدات. دكتور محمود، سؤال اخير، هل هناك مسابقه في السنوات القادمه للرجال؟
أكيد إن شاء الله إحنا من ضمن الخطة تبعتنا للرجال كتير زعلوا، راح إحنا نغير إن شاء الله، إحنا بنحاول دائما نتعلم من أخطائنا للمرحلة القادمة. نعم. زي ما قلت لك إحنا الآن في إطار تنسيق مع بعض الدول إنه إحنا نعمل دمج للمسابقة بحيث إنها تشمل بعض الدول العربية من خلال تنسيق عالي، راح بالفعل يكون في هندخل الرجال بالموضوع، وإن شاء الله يكون عندنا أمير صحة وأمير الصحة إن شاء الله. إن شاء الله في نفس العام يكونوا. أكيد طبعاً. أكيد. والحلو يكون اثنين متجوزين مثلاً. بتمنى لك التوفيق هبة حمدان أميرة الصحة في فلسطين، وكل الشكر لحضورك دكتور محمود الشيخ علي مدير مركز ابن النفيس للأعشاب الطبيعية، تحدثنا عن أميرة وتتويج أميرة الصحة لهذا العام في موسمه الثاني، يعني إن شاء الله السنة الجاية يكون أميرة وأمير الصحة في فلسطين في موسمه الثالث. مشاهدينا خلينا ننتقل لفاصل صغير ومن ثم راح نكمل مشوارنا الصباحي، ابقوا معنا.